السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من عمر الشوط الثاني، يا سلام اللعبة من هنالك على الجهة اليمنى كم كانت رائعة، المراقبة للكرة رائعة، ويوسف البلايلي بيمنى حطها في الجول وهدف التعديل. يا سلام يا سلام يا سلام. يوسف يحاول يمر، يلعبها الجهة اليسرى، يوسف البلايلي يطلبها بغداد، يوسف وبغداد، يوسف با 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 تلعب الكرة عبر الجهة اليمنى، تسديدة بذكرياته مع الترجي، بذكرياته مع الخضر في استاد القاهرة، يعيد
تعيد تسديداتها الرائعة هنا في استاد عبد الله بن خليفة. على الملك علي يوسف البلالي يرفع ذلك في مباراة الليلة. وكيل بن محمد يمشي حمل الرمزي يرفض الكابتن الطوسي حاطط الكورة حلوة حاطط الكورة إليه الهدف الأول الهدف الأول الترسي برشالي الترسي يا دولة الترسي يا دولة الترسي يا دولة اضرب يا بلادي اضرب اضرب يا بلادي اضرب طيارة يا بلادي طيارة يا بلادي حطها وطير ترشيك يصير للنجمة الرابعة يا وجه الخير 1-0 يا قلبي يا قلبي وين تسكن الصفر اثنين يسكن شيطانه واحد بلاش عن طريق الفنان المايسترو شوية بمجال شوية بالعصار شوية بالبلومي وسكور واحد بلاش جيبها بالشبكة قوم السحر قوم السحر يا دقناوي قوم عيادي وسنين دايما. يوسف بلايدي مرة ثانية جول على طول يطلق رصاصة بالصاروخ من هنالك يوسف بلايدي يفتح مجال التسجيل في الربع ساعة الأول من عمر المباراة. يا سلام الأولى صدها الحارس والثانية لم يصدها لا الحارس ولا غيره والجول الأول يوسف بلايدي في الربع ساعة الأول من عمر المباراة. شكرا يا يوسف يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الجزائري في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول. قادمة النص ساعة الصعبة للغاية على الشمال والنص ساعة يصنف على أنه من أجمل أهداف الموسم من أجمل أهداف الموسم على طريقة بلايل الكبير على طريقة بلايل الكبير الله على هدف ثاني بهذه الطريقة بهذه الصورة بهذا الباكورد يا بلايلي من يرتدي الرقم 10 جرت العادة أن يسجل هكذا. الكرة تقعد وصلت لبلايلي بلايلي 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 يا الله يا الله استفاق الملك استفاق الملك في الجولة الخامسة واستفاق معه بلايلي ليسجل الأروع والأجمل في هذا الموسم الأروع والأجمل في هذا الموسم هو في هذه اللحظة هو في هذا الهدف. انتظروا أربع جولات بدون انتصار لكنهم استفاقوا باستفاقة بلايلي يا الله من المسافة البعيدة عابرة للقارات أي لمحة أي قراءة أي فكرة أي تركيز يا بلايلي